ازيك يا حبيبة؟ انا عارف انك دلوقتي بتفكري في 100 تفسير للي حصل واكيد زعلانة مني، بس قبل ما اقولك كلام كتير نفسي اقولهولك، لازم تعرفي اني مشيت عشان بحبك، وعايز افضل طول عمري احبك نفس الحب ده. انا خفت عليكي وعلى هنا مني، خفت من نفسي اني اذيكي لو كملت معاكي اكتر من كده. انا كنت عارف انك وانتي معايا قلبك كان دايما مع الدكتور، صبرت وقلت اكيد مع الوقت هتنسي، بس لما عرفت انك بتقابلي تيمور وانتي على ذمتي لدرجة انك كنت عايزة تنتقمي للدكتور، برضو اديتك عذرك، قلت انك متلخبطة واللي مريتي بيه ده مش سهل ومحتاجة وقت عشان تخرجي منه. انا كنت عارف كمان انك متفقة مع حسين وعارف علاقتكوا واصلة لإيه، زي ما تكون اللي كانت معايا دي كانت جسد بس من غير روح، روحك دايما كانت مع غيري، وللأسف مفيش حاجة ترجع لك روحك ليكي غير حاجة واحدة بس. هتلاقي الآيباد اللي عليه الفيديو في أوضة مكتبي في الفيلا، ومعاه ورقة طلاقك، هقولك بالظبط هتلاقيهم فين. كده تقدري تثبتي ان الدكتور ما ماتش منتحر، وسمعته ترجع نظيفه زي ما كانت، والناس تتاكد انه كان بيحارب الفساد. وعلى فكره انا مش خايف الفيديو ينزل، تيمور معهوش اي دليل يدني. انا ما هربتش من الفيديو، انا هربت من نفسي. كده تقدري تبتدي من الاول وترجعي حبيبه بتاعت زمان، بس قلبها هيفضل دايما ملك الدكتور عبد الله وفائي. بيعرفوا يقلبوا كل حاجة لصالحهم زي الصحراء، في ناس فاكرة انها